كله على الفاضي. طب كيف شنجليش؟ شكلي السفرة، الورق العنب. أحد لأولادك بيساعد. ما قسمه فاقة لأنه مدلوقة. بعين الجوز ببصلة. بصل؟ ايه مع سماق. وهاي الدجاج هيك بدهم اياه يكون هيك. إلي جاي من سوريا هون 4 سنوات بالضبط، بعد ما خسرنا بيوتنا كل إشي، يعني ما صفى إشي، يعني بيضل إشي. والبلد الوحيد اللي اخترناه إنه هون زوجي من هون. طلعنا بالأول على مصر، قعدنا يمكن 2 3 شهور في مصر وما عجبتنا، مش ما عجبتنا، كتير ضيقة وخنقة وزحمة. رجعنا لهون، قالي مش نروح على غزة، جينا على غزة هون. صحيح عانينا إنه، بس معاناتنا إنه أجرات بيوتنا هي هاي مشكلتنا يعني الوحيدة. تطلب مني هالشغلات، يعني كنت عامل حتى الشنجليج هاي الشغلات ما بتقعد، ما بقدر اخليك تشوفي على الكهرباء. اللي كسر ظهري اكثر مرض زوجي. زوجي بعد ما اجينا 4 أشهر بالضبط اجته ازمة قلبية، حطوا له اول مرة دعامة، وبعد مباشرة 6 شهور برضه اجته ازمة اقوى، اضطرينا نحط له شبكية ودعامات وقسطر وهيك شغلات. هداك يئس خلص، انه برضه كمان انه اللي كان كل شيء ابوهم، يعني معتمدين كثير كانوا انه ابوهم هو اللي معهم. إيه لما وقع الاب ما بزبط، اب وام يوقعوا. يعني انا عندي طلبي لانه هاي كبيره، مش شغل بس هدول، بدي اعمل 50 شخص. كان في عند ابني بصف ثاني عبوده عبد الرحمن الصف الخامس صار. عاملين يوم مفتوح عندكم بالمدرسه. ماما يوم مفتوح شو يعني؟ والله ما بعرف ماما يوم مفتوح. طب شو المطلوب مني؟ قال ماما لازم تعملي اكل وتجيبيه على المدرسه مشان هو يتقبل المدرسه، انه هذا كثير عانينا معه وكثير كان تعبان وما قدرتش احطه بمدرسه خاصه زي الشام. اجيت له طيبة ما نعمل لك، اجيت عملت انا، عملت له قالب كيك، عملت له بسكوتات بيتي فورات، عملت له شوية كبة تبولة معجنات ووديت له انا على المدرسة. في المرشدة تبعته ام كارم الانتي امان الكحلوت، قامت قالت له هذا الاكل من مين؟ هذا اللي هيك بهذا الشكل وبهالمنظر؟ قالوا له هذا ام الطفل السوري. يعني في حطام بالمطبخ اللي مجهزة للرز البرياني، مجهزة للشغلات. بلشت تنوي المدرسين، هاي اللي بدها ورق عنب، هاي اللي بدها اكله، هاي بدها طبخه، هاي بدها شغله شيء، يطلبوها مني. ومن هنا رجعت انا، قلت والله ارجع ايام الشام، شو يعني غزه؟ بدي ارجع لايام الشام. بس الحمد لله ما انكسرت ولا لاي حدا، ما مديت ايدي لاي حدا. بقول لك قالوا لنا ايه بدنا نعملكم بيوت، بدنا نعطيكم بيوت، بدنا نعطيكم اجرات. إيه طبعا انا ما عندي استعداد اروح ولا لاي مؤسسه، وقفت اخذ كيبوني. لا ما بدي اياه. وما الحمد لله ما استسلمت. وقفت خلص. يعني صحيح انا ما صفى من العمر قد ما مضى، مو لإلي تن لاولادي، يعني لانه اولادي كلهم معي بيشتغلوا كل شيء، يعني متشربين مني الشغله انه هي يشتغلوها يعملوها، ما عندهم اي مشكله. حبي يصير عندي مكان رسمي، بس انا اللي بتكسر ظهري انه ما معي مصاري. انا على فكره كل شغلي هذا ما معي راس مال. وين كنتوا سكنتوا قبل ما تيجي مشهور تشتغلي وطاحشي بالدنيا؟ انت كنت تشتغلي هيك بسوريا؟ لا بخرط فطن طول الدار.